أتوا من كل قرية وضاحية قاصدين بيت الله الحرام لتلبية فريضة الحج عبر بوابة مطار القاهرة، لقاء تمناه الكثيرون وانتظروا طوال العمر باشتياق لهذه اللحظة، وها هي تحققت بزيارة عزيزة إلى القلب قريبة من الروح، إنها زيارة الحرمين. مبسوط جدا إنه طلع في القرعة، وخصوصا الزوجة أول مرة تقدم معايا وطلعت في القرعة، لأن أول مرة تحج. أنا حبيت الأرض وبصت الأرض والحمد لله، صليت ركعتين شكر لله عز وجل على إن هو حبني واختارني لأداء فريضة الحج بهذا العام. من بداية ما اسمك بيطلع في القرعة وأنت بتعيش روحانية الحج أصلاً؟ فرحان أوي. نفسي إن أنا ما أقعد هناك على طول وأقعد وأصلي وأزور وأصلي وما أتنقلش من خالص من الحرم. حملة دعوية بدأتها وزارة الأوقاف بمجموعة من الأئمة المتخصصين لتوعية الحجاج بجميع المطارات والمواني طوال رحلة الحج، وللتصدي لأي ظواهر سلبية تؤثر على المناسبة المباركة. هناك أكثر من نحو 100 إمام وخطيب وعالم في صحبة الحجاج المصريين، واخترنا أفضل عناصر وأكفاءها، وإن شاء الله سيقدمونا يعني رؤية تحمل كل التيسير بعيدا عن أي ألوان تشدد أو تعصب. التنسيق بين وزارتي الداخلية والطيران لتيسير رحلات الحج بدءا من خطة التفويج وتوافر العلامات الإرشادية أمام الصلاة وصولا إلى تكثيف الرحلات، بحيث يتم سفر 67 ألف حاج بزيادة 7% عن حجاج العام الماضي سيغادرون من خلال 5 مطارات. احنا جينا هنا ورحنا السعودية عشان نحجز المساكن، وكان توجيه السيد وزير أهم حاجة اللي احنا نيسر ونزلل كل العقبات اللي ممكن تقابل، يكون تلافى كل الأخطاء اللي حصلت قبل كده حضرتك، وده توجيه ملزم وصريح. مصر الطيران طول عمرها بيبقى ليها صالة محددة ليها، سواء في الوصول أو في السفر من مطار جدة أو مطار المدينة، بيبقى معمول حساب ان الطيارات بيبقى فيه تايم سيباريشن ما بينهم، او يعني في تفرق توقيت حوالي 90 دقيقه ما بين الطياره والتانيه عشان ما يحصلش تكدس للطيارات في مطار جده وبالذات في العودات. لاستكمال استعداد منظومه موسم الحج عملت وزاره التضامن الاجتماعي على استخراج اكثر من 9000 تاشيره واعداد دورات تدريبيه للحجاج، اضافه الى صرف تعويضات لمن يفقد امواله بقيمه 25 ريالا سعوديا عن كل يوم يقيمه في الاراضي المقدسه خلال أداء الفريضة. تقبل الله من زوار بيته الحرام.